يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب أدعو الناس في إحدى المنتديات في الأنترنت، وهذا المنتدى يقول أنا طالب أدعو الناس في إحدى المنتديات التي في الأنترنت، وهذا المنتدى يشوه دين الإسلام فأقوم بالدعوة فيه لله، ويقوم بعض من في المنتدى بالسب لي وسب والدتي علما أنها متوفاة رحمة الله عليها، فبماذا تنصحونني وهل أستمر على ذلك؟ نعم، عليك بالصبر ومواصلة الدعوة إلى الله، لكن لا بد يكون عندك علم في الدعوة إلى الله، تدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم، إذا كان عندك علم وبصيرة فاستعن بالله واصل الدعوة. نعم. واصبر على ما أصابك، اصبر على ما يقال لك. نعم.